عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ طبعا عارفين غربال السبوع، لما بيجي لنا مولود جديد بنجهز له الغربال ده وبنهزه فيه يوم السبوع. وطبعا الهون اللي انا كنت مزينه معاكم قبل كده بالمنظر ده، عايزين نعمل لهم اعاده تدوير عشان منتظرين حفيده جديده عقبال عندكم. فانا دلوقتي جايبه الهون بتاع الغربال اهو، وهحاول ان انا اعمل له اكسسوارات جديده. طبعا اهو هو طبعا بنعمل له اعاده تدوير اهو. بصوا بقسم الاكسسوار ده كده بالنص اهو، وارجع اقسم النص ده على الربع اهو كده. بس ناخد بالنا ان القصه تيجي مظبوطه عشان هنعمل ديكورات كده نغير بيها شكل الايه الغربال. طبعا عندي القماش فتافيت السكر دوت، حبيت ان انا ايه اكشكشه على المكنه، وطبعا جهزت مسدس الشمع معانا، وده يعتبر وسط الغربال. تمام كده هبدا بقى ان انا اجيب. بصوا هوريكم الشكل اهو، ده النص بتاع الايه الغربال اللي هو الامامي. فهبدا بقى ان انا احط الايه الاكسسوار بتاعنا اهو، نلزقه على الشكل ده كده اهو، وابدا بقى امشي طبعا القماش انا مكشكشاه اهو. بصوا هيدي شكل كده اهو مفنوش، عشان نجدد منه ما يبانش ايه اي ديفوهات فيه اهو. بصوا ادى شكل جمالي عامل ازاي اهو. همشي برضو معاه للاخر عشان ما اطولش عليكم، هعمله وارجع لكم. وهنا بقى بصوا انا لفيت عليه برضو، بس الحته اللي هنا دي بقى عشان بنعمل اعاده تدوير عايزين نثبتها ونثبت عليها الاسم طبعا اهو. هحاول ان انا اثبتها على الجزئيه دي اهو، شايفين؟ وعايزه اثبت برضو التوكه دي كده عشان تديله تقويه. تمام كده طبعا هحطه بقى هنا، بس في القطعه الاخيره اهي. بصوا انا لفيت على الغربال كله، فاضل بقى الحته دي هقفلها برضو هنا اهي. بصوا اهو بثبتها من بره اهو، وارجع اقفلها واثبتها من جوه كده. طريقة سهلة وبسيطة، لفيت الغربال كله، لان اللي كانت موجودة قبل كده كانت يعني قشرت، اللي بيلمع اللي فيها روح. فانا بحاول ان انا اثبت اهو. ممكن حتى لو عندك حاجة زي كده ممكن تعمليها، تطلعيها لحد مثلا محتاجها او حاجة تجدديها يعني اهو. بصوا فكرة هاجي بقى هثبت طبعا الهون اهو، هاجي بقى هثبت الجزئيه دي هنا بالاسم طبعا اهو. هفرد بقى القاعده معانا هنا كده واثبتها بالشمع اهو عشان تثبت ونعرف ان ده رأس الايه الغربال اهو. واثبت طبعا الجزئين دول عشان يقووا. بصوا بصوا الشكل، وهثبت دي برضو اهو. احنا كده عملنا طقم الغربال مع الهون بديكور بقى لايق مع بعضه اهو. وطبعا دي ممكن تتغير حسب البيبي اللي جاي، تقدري تغيريها عادي سهلة وبسيطة، وبتتقص بالورق الفوم الجليتور اهو. وطبعا نثبت الاكسسوارات دي بقى. بصوا دي قلوب بتتقص ونقدر نثبتها
بالمنظر ده كده. في بقى حاجات كده ممكن عشان ما تبقاش فيها زي ديفوهات، ممكن نثبتها كده من بره ومن جوه كده. ايه رأيكم بقى في الفكرة دي؟ ونقدر برضو نعمل اي تجديدات، ونقدر نخليهم كطقم كده مع بعض. طبعا شايفين، بصوا الايد شكلها جميل جدا، وطبعا ده كان هون عادي وقدرنا نزوقه بالمنظر ده، وعملنا السبت زي ما انتوا شايفين كده الغربال. وكل سنة وانتوا طيبين وعقبال عندكم. باي باي، سلام عليكم.